في إطار أو في سياق العلاقة المتنامية والتشاركية إلى حد التكامل مع وزارة التربية والتعليم ومع مديريات المختلفة في محافظات شمال الوطن. الرياضة كما تعرف أحد العناوين التي يمكن من خلالها تطوير العلاقة وتوطيدها، وكان لنا الشرف أن يلعب لاعبي الارتباط العسكري الفلسطيني مع لاعبي وزارة التربية والتعليم. هذه البطولة حملت يعني شرف ووسام شهداء الارتباط العسكري الذي نحيي ذكراهم اليوم، وكان لنا شرف كذلك أن يكون مقابلنا شريكنا الاستراتيجي وزارة التربية والتعليم ومديريات مختلفة. أنا أرى أنه يجب تطوير هذه علاقة التكامل والتشارك مع الوزارة ومع الوزارات المختلفة، لأن المؤسسة الحكومية الرسمية الفلسطينية الجانبها الحكومي المدني والعسكري الأمني يجب أن يتكامل وأن يتشارك في كل قضايا. ما أجمل أن نلتقي اليوم في ذكرى شهداء الارتباط العسكري لتكريمهم واستذكارهم في كل المراحل. ما أجمل أن نلتقي كأمن وعسكر ودوائر مدنية وتربية وتعليم لنكرس أمام العالم بأنه إحنا شعب واحد، شعب التضحية، شعب الجبارين كما قال الشهيد الراحل ياسر عرفات، لنكرس معا وسويا وحدة الدم، وحدة الفكر الواحد لتحرير فلسطين، هذا بالرياضة وذاك عسكري وهذا بالمستشفى وآخر طبيب وذلك في التربية والتعليم. هذه شرائح المجتمع مشتركة ومجتمعة جاءت اليوم لتكرم الأكرم منا جميعا وهم شهداء الانتفاضتين، شهداء الارتباط العسكري الذين نكن لهم كل محبة واحترام.